بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله طاعاتكم وأعمالكم وصيامكم وركوعكم وسجودكم، ونلتقي معكم في ليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية، ونستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نبدأ كالمعتاد بورقة بحث يطرحها سماحة الشيخ، ونتلقى على الأرقام الموضحة على الشاشة، نتلقى إن شاء الله الاستفسارات والأسئلة والمناقشات، ويحبذ أن تكون في محور ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. هذه حقيقة خافية عن كثير من أبناء أمتنا، وهي أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حذر أمته ممن سيأتي بعده ويتولى على هذه الأمة. بعبارة أخرى، إن النبي كان عالما بأن انقلابا سيقع بعده وسيزاح بموجبه الخليفة الشرعي ولي عهده ووصيه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، وسيتولى رجال آخرون منصب الحاكم الأعلى للمسلمين. النبي كان عالما بذلك فحذر منه وتنبأ بذلك، واضعا صفات لهؤلاء الرجال الذين سيلون أمر هذه الأمة. تلك الصفات هي التي تجعلنا نعرف إن كان هؤلاء حكاما أو خلفاء شرعيين أم لا. نبينا لم يسكت عن المستقبل الذي كان سيأتي فيما بعده، لم يسكت عن هذا المستقبل، وإنما ذكره وحدده بشكل واضح وصريح وحذر منه. والأمر النبوي في هذا التحذير تلخص في
إيجابي أن ترفض الأمة هؤلاء الحكام غير الشرعيين، أنه لا طاعة لهم علينا. ما دامت هذه الصفات، تلك الصفة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله تنطبق عليهم. هذا التحذير النبوي الشريف لا تقتصر الرواية فيه على مصادرنا وطرقنا نحن المسلمين، وإنما تضمنت أيضا مصادر وطرق الفرقة البكرية، تضمنت كذلك روايات في هذا الشأن، واحتوت على هذا التحذير النبوي الصريح. هذه إحدى تلك الروايات، والحديث هذا الذي أذكره هو حديث صحيح على مباني وأقوال الفرقة البكرية، إذ إن رجاله جميعا ثقات صادقين. الحديث رواه البزار في مسنده، رقم الحديث 2398، عن عبادة ابن الصامت رحمة الله عليه، هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن السابقين الأولين من الأنصار. يقول عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سيلي أموركم من بعدي، أرجو من جميع من يسمعني أن يتبه جيدا لنص الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنه يقول: سيلي أموركم من بعدي، مباشرة سيلي أموركم من بعدي نفر يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون. المراد من ذلك أن هؤلاء النفر الذين ما إن يغيب النبي صلى الله عليه وآله سيتولون أمر هذه الأمة، هؤلاء سيقلبون المنكر معروفا كما سيقلبون المعروف منكرا، ولذا يعرفونكم ما تنكرون، فالذي أنتم تعرفون أنه منكر يقلبونه عندكم ويجعلونه معروفا، وينكرون عليكم ما تعرفون، الشيء الذي هو معروف عندكم. معروف عند من؟ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الخطاب من النبي لأصحابه، يقول: سيلي أموركم، أنتم يا أصحابي. الخطاب لهم، لا الخطاب فقط لكل الأمة، لا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول سيلي أمر الأمة مثلا حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وآله لا يقصد حكومة أبي بكر وعمر وعثمان، لا، هو يخاطب أصحابه، ومنهم عبادة بن الصامت رحمة الله عليه، يقول: سيلي أموركم أنتم من بعدي نفر، هذه صفتهم، يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، يقلبون المنكر معروفا والمعروف منكرا، وبعبارة أخرى يبتدعون في الدين. طيب، فما هي وظيفتكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: فلا طاعة لمن عصى الله.
إذن وظيفتكم أنتم لما تجدون ولاة، هذه صفتهم، أنهم ابتدعوا أو نكروا المعروف أو عرفوا المنكر، فلا تطيعوهم، أي اخلعوا طاعتهم عن رقابكم. لا طاعة لمن عصى الله، أي ارفضوهم، أسقطوهم، بعبارة أخرى صيروا رافضة، ارفضوا هؤلاء. هذا الحديث كما بينا رواه البزار في مسنده بسند صحيح، ولا تقتصر روايته على البزار، هو مروي في أكثر من مصدر، وله أكثر من طريق وشاهد، ولذا اعترف الألباني المعاصر نتيجة في كتابه السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني، اعترف بصحة هذا الحديث، صححه وجعله تحت الرقم 590 من المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة. لهذا الحديث قصة فيه تفصيل أكثر، والتفصيل نجده في مصدر آخر لا يقل اعتبارا عن المصدر الأول، وهو مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. هناك في هذا المسند وفي قسم مسند الأنصار نجد هذا الحديث مع تفصيل أكثر، ورقمه هناك 22157. يقول: قال عبادة لأبي هريرة، قال عبادة بن الصامت لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله. عبادة بن الصامت كان من السابقين الأولين من الأنصار. أبو هريرة تأخر إسلامه الظاهري إلى أواخر حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه الملاحظة الأولى. ولهذا يقول عبادة لأبي هريرة: إنك لم تكن معنا لما بايعنا النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أشرح لك ما هي مناسبة هذا الحديث، لماذا يقول عبادة لأبي هريرة هذا الكلام. أبو هريرة كان من أتباع أو من المائلين لعثمان وبني أمية لما وقعت الفتنة الكبرى، انحاز أبو هريرة لعثمان وبني أمية وصار فيما بعد من ولاتهم من عمالهم. عبادة بن الصامت انحاز إلى أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. عبادة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ابتعد شيئا ما، ولكنه كما نطقت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تاب ورجع، فكان من الراجعين لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولذا نحن نترحم عليه. هذا الموقف من مواقف عبادة هو يثبت رجوعه وتوبته. عبادة حينما بدأ الطاغية عثمان بالتفحش في طغيانه وبدل وغير وأحدث وأبدع وعصى الله تبارك وتعالى وسلط الفسقة والمجرمين والآثمين على رقاب المسلمين، ونهب بيوت مال المسلمين، ووزع ذلك المال على أقربائه وصبيان وغلمان بني أمية، عبادة لم يتحمل ذلك فصار في صف المعارضة لحكومة عثمان بن عفان.
على إثر هذا نفاه عثمان كما نفى أبا ذر من قبل إلى الشام، وهناك الرجل التقى بأبي هريرة، فكان أبو هريرة يدافع عن عثمان ويعيب على عبادة مجاهرته بمعارضة عثمان، ولكن عبادة رد على أبي هريرة بهذا الحديث الذي بتر أحمد بن حنبل أوله. يعني أنت تجد بداية الحديث هكذا: قال عبادة لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله. سبب وقصة هذا الحديث مبتورة فيما قبل، ولكن الذي يخفف الوضع أن الحديث بنصه الحالي في مسند أحمد بن حنبل يفيد أيضا ويعطي صورة واضحة عن طبيعة الصراع بين معسكر الحق والباطل آنذاك. يقول: قال عبادة لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، سواء كنا كسلانين أو نشطاء فإنا نسمع ونطيع، على هذا بايعناه، وعلى النفقة في اليسر والعسر، على أن ننفق سواء كنا ميسورين أو كنا معسرين، في كلتا الحالتين ننفق في سبيل الله تبارك وتعالى، على هذا بايعنا النبي صلى الله عليه وآله. وهنا بمناسبة الحديث أيضا كإشارة نحث الإخوة المؤمنين جميعا على أن ينفقوا من أموالهم حقا لتقوية هذا الصوت الإعلامي المتمثل بقناة فدك، فإن قناة فدك ليس لها في واقع الحال في هذه الآونة إلا إنفاقكم. وهذا قد بايع النبي، هو يقول: نحن بايعنا النبي على النفقة في اليسر والعسر، فأنتم وشأنكم. قال: بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بايعناه على أن نجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله تبارك وتعالى، يعني نقول قول الحق في سبيل الله، على أن نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم فيه، وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وآله إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله التي بايعنا عليها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما بايع رسول الله وفى الله تبارك وتعالى بما بايع عليه نبيه صلى الله عليه وآله. هذه كانت حجة عبادة بن الصامت التي ألقاها على أبي هريرة في موقفه الذي تمرد فيه على الطاغية عثمان وعلى الطاغية معاوية الذي كان والي الشام من قبل عثمان. يقول: فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله. شوفوا، انظروا هذه الحقائق مع أنها مروية بأسناد صحيحة وفي كتب معتبرة كمسند أحمد بن حنبل إمام الفرقة الحنبلية، إمام فرقة الحنابلة، إلا أن هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن هذه الحقبة التاريخية يحجبون هذه الصور عنكم، يوهمونكم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت كلمتهم واحدة
وكانوا محترمين مع بعضهم بعضا وما كان بينهم شيء. والحال أنكم تجدون أنه هذه المواقف تعبر عن صورة أخرى تماما مغايرة. معاوية يشكو هذا الصحابي على تعبيركم لمن؟ لخليفتكم عثمان، قائلا هو أفسد علي الشام وأهله، يعني من شدة التحريض الذي كان يقوم به عبادة بن الصامت على عثمان وعلى معاوية فإنه أفسد أهل الشام. فلا تقولوا الذين كانوا يحرضون على عثمان عبد الله بن سبأ ومجموعة من الأوباش والغوغاء، مجموعة من الأراذل، لا يخدعنكم هؤلاء بمثل هذا القول. الذين كانوا يحرضون على عثمان كانوا من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم عبادة بن الصامت. هذا أين هذه الصورة وأشباهها عن محور حديث هؤلاء وعن أفلامهم ومسلسلاتهم وما أشبه؟ انظروا هنا إلى التزوير الذي يمارسونه. فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله، فإما تكن إليك عبادة وإما أخلي بينه وبين الشام، إما أن تكن إليك عبادة، يعني ترجع عبادة إليك بالمدينة، اتفكني منه، وإما ترى أخلي بينه وبين الشام، يعني بين أهل الشام، فشوف أنت شنو يصير بعد، شوف القلاقل التي ستحدث، لأنه هذا يحرض، هذا يهتف الآن، الشعب يريد إسقاط عثمان، شنو نسوي له الآن؟ فكتب إليه، عثمان كتب جوابا لمعاوية، فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة، جيب إلى المدينة، رجع. فبعث بعبادة حتى قدم المدينة، فدخل على عثمان في الدار، وليس في الدار غير رجل من السابقين أو من التابعين. الآن رجع عبادة بن الصامت، هذا المجاهد، هذا البطل، رجع إلى المدينة، فدخل على دار عثمان، عثمان هم جالس مع مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن التابعين، ماكو أحد غيرهم. فلم يفجأ عثمان إلا وهو قاعد في جنب الدار، شاف عثمان هكذا فجأة وهو قاعد في جنب الدار، فالتفت إليه، عثمان التفت إلى من؟ إلى عبادة، فقال يا عبادة بن الصامت ما لنا ولك، انت ايش بيننا وبينك حتى هكذا تحرض علينا؟ فقام عبادة بين ظهري الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله، هذا نص الرواية هكذا، سمعت رسول الله أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله يقول إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. لاحظتم هذا المقطع الأخير من الرواية من الحديث اقتصرت عليه رواية البزار في مسنده، كل ما قبله بتر عند البزار، لكن الحمد لله أحمد بن حنبل أخرج ما قبله وإن كان بتر أيضا إرهاصات هذا الموقف كله. هنا لاحظوا مسألة، جواب عبادة بن الصامت كان على أي سؤال من قبل عثمان؟ ما لنا ولك، ليش تحرض علينا، شنو بيننا وبينك؟ جواب عبادة هذا الحديث أنه أكو ولاة النبي حذرنا منهم فيما بعد، هؤلاء سيأتون يقلبون المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى، فإذا هؤلاء لا نطيعهم،
هذا معناه أن عبادة بن الصامت يحتج بهذا الحديث في إسقاط شرعية عثمان في وجهه، وإلا يكون سؤال عثمان بلا جواب، إنما كان هذا جواب سؤال عثمان، أنه ليش أنت تحرض علينا؟ ما لنا ولك؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وآله حذرنا من ولاة على هذه الصفة وأنت منهم، ولهذا أنا ضدك. إذن عثمان كان مبتدعا في دين الله، عثمان كان ممن قلب المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف، عثمان هو من جملة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فهمه عبادة بن الصامت أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فهم أن هذا الحديث ينطبق على الطاغية عثمان، ولذلك صار ضده. الآن المطلوب منك أنت أيها المسلم أن تقوم بمثل ما قام به عبادة بن الصامت، تأخذ هكذا قائمة تعدد فيها أسماء من تولوا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تشوف يا واحد منهم قلب المنكر معروفا والمعروف منكرا، عرفنا ما ننكر ونكر ما نعرف، فهنا أنت ترفضه، فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. تشوف أي شخص جاء بمنكر من هؤلاء، عثمان أمره واضح وسهل، مناكيره كثيرة، وإلا لما كان رجل جليل القدر كعبادة بن الصامت لينهض ويرفع لواء المعارضة له. مثل علي صلوات الله عليه فخارج عن انطباق هذا الحديث عليه بالاتفاق. أساسا أنت اليوم في وسط الأمة الإسلامية من تجده متهما من هؤلاء الولاة الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله، متهما بالبدعة ومتهما بالمنكر؟ الأمة متفقة على أن عليا عليه السلام ليس هو متهما لا ببدعة ولا بمنكر، ما تجد في سجله حتى بدعة واحدة ولا منكر واحد، شيء متفق عليه. إنما كل الشبهات تحوم حول من؟ أبي بكر وعمر وعثمان، ومن ثم معاوية ولاة بني أمية ولاة بني العباس، إلى أن تصل النوبة إلى حكامنا الحاليين. هؤلاء ينبغي البحث في أمرهم. تعالوا خلي نشوف أبو بكر عمر هذان الرجلان مثلا ينطبق عليهم هذا الحديث أم لا. جاء بمنكر في قبال المعروف أم لا؟ هذا هو الذي ينبغي أنت أن تقوم به حتى تعرف أنه هذا الحديث يتحدث عمن. دقق، الحديث صحيح في مصادرك. النبي يقول سيلي أموركم بعدي مباشرة، ما قال في الأزمنة المتأخرة، ما قال يأتي زمان مثلا، لهذا اللفظ هذا التعبير يعني يشير إلى زمان متأخر، لا، يقول فورا بعدي سيلي أموركم بعدي رجال، حتى مو رجل واحد، رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون. تعال خلي نحاسب إحنا، خلي نشوف سجل أبي بكر، سجل عمر، خلي نحاكمه مثل ما الآن نحاكم حسني مبارك،
هذا الفقير المسكين حسني مبارك الآن ليش هو الوحدة بالسجن؟ تعالي خلي ناخذ أيضا عمر مثلا، نخليه في السجن، نخليه حاكمه، نشوف هل أنه هذا الرجل إن ينطبق عليه هذا الحديث أم لا. أعرض لكم نموذجا واحدا، نموذج واحد لمنكر واحد جاء به عمر بن الخطاب، منكر صريح يعني يصادم كتاب الله تبارك وتعالى. المعروف ما هو؟ المعروف هو ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا جاء شخص بشيء يناقض ذلك فنعرف بأن ذلك هو منكر، وهذا الذي تنطبق عليه هذه الصفة، قول النبي صلى الله عليه وآله: ينكرون عليكم، يعرفونكم ما تنكرون، يعني الشيء الذي أنتم تعرفون أنه منكر يجعلونه معروفا، وينكرون عليكم ما تعرفون. هذا نموذج واحد الذي أعرضه، وهو ما جاء في موطأ مالك إمام المذهب المالكي. اقرأوا في كتابه الموطأ، افتحوا على كتاب الفرائض من كتاب الموطأ، يقول عن مالك، أي مالك بن أنس، عن الثقة عنده، مو عن شخص عادي، عن ثقة، يروي عن ثقة، أنه سمع سعيد بن المسيب، وهو ثقة كذلك بإجماع أهل الخلاف، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. شوفوا بالله عليكم، هذا أي حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟ أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم، شخص أعجمي له ابن، يرث أم لا يرث؟ الأب مسلم، الابن مسلم، حق الابن أن يرث ماذا؟ أن يرث أباه وإن لم يكن عربيا. عند شريعة عمر بن الخطاب لا، ما يصير، ما يصير. شلون؟ لابد أنه هذا الأب الأعجمي يكون قد ولد ابنه في ديار العرب. إذا هو في ديار العجم هناك هو ولد ابنه، فالولد لا يرث من أبيه، لابد أنه يأتي إلى ديار العرب ويلد هنا. أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قل لي هذا الحكم من أين جاء به هذا النغل؟ عمر هذا من أين جابه؟ قل لي هذا على أي أساس؟ أين هو في كتاب الله تعالى؟ آيات الإرث في كتاب الله مطلقة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. خلص، في تقييد هنا أنه لا، إذا كان أعجمي لازم يلد عند العرب؟ ماكو هكذا شيء. هذا حكم، حكم يدور مدار أنه لابد أن يلد في العرب، هذا من أين جاء به؟ أين هو في كتاب الله؟ أين هو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله؟ أهل الخلاف احتاروا طبعا بهذا الحديث، أنه كيف الآن يعني هذا كلام عمر يصادم تماما كتاب الله تبارك وتعالى، يصادم تعاليم الإسلام. الإسلام لا يفرق في هذه الأمور بين عربي وأعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله. ما عندنا أحكام خاصة بالعرب وأحكام خاصة بالعجم، الإسلام لا يعترف بالقوميات، الجميع سواسية، المسلمون جميعا سواسية كأسنان المشط، ماكو فرق بينهم في الأحكام، وإلا يصير دين عنصري هذا. أصلا شنو هو قوة الإسلام في ماذا أمام الأمم الأخرى؟ نحن بماذا نفتخر؟ أن الإسلام ليس دينا طبقيا أو عنصريا، الإسلام يحترم كل مسلم، حتى لو يكون هذا المسلم حديث عهد بالإسلام وأصلا من موزمبيق، أصلا أي مكان اللي يكون، عرق من أي عرق، ما عندنا هذه الفروقات.
ما عندنا في الإسلام، العربي وغير العربي سواء في الأحكام، مثل ما حق العربي أن يرث أباه كذلك حق الأعجمي أن يرث أباه. شنو الفرق بين الأمرين؟ نضع الشرط على الأعجمي أنه أنت لازم تلد في ديار العرب، هذا الشرط من أين جئنا به؟ وبأي حق وبأي شرع نحرم الإبن من ميراث أبيه بدعوى أنه قد ولده في ديار العجم؟ على أي أساس؟ أهل الخلاف احتاروا في تفسير هذا البيان، هذا الحكم من قبل عمر. ولذلك يقول أبو عمر، هو هم كنيته أبو عمر اللي هو ابن عبد البر معروف، في كتابه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار يقول: اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا. ولذلك بعضهم جروه إلى مسألة الحملاء، أنه الذين يحملون من الأعاجم ويكونون حديثي عهد فيأتون بهم إلى ديار المسلمين وهؤلاء يسلمون، فنحن نشك في أنهم نشك في شهادتهم أنه فلان، هذا ابن فلان، كانوا في زمان الجاهلية في زمان الشرك، فكيف نورثهم؟ تأويلات وتخرصات الآن ليست محل بحثنا. ويردها السيرة القطعية أن النبي صلى الله عليه وآله ورث الذين كانوا من أهل الشرك من المهاجرين من الأنصار، ورثهم بعدما أسلموا واعتمد على ما كان بينهم من الأنساب حتى في زمان الجاهلية. أمضى ذلك، يعني إذا واحد مشرك ولدا في دار الشرك ثم أسلم الولد فإنه يرث أباه. القضية هذه محسومة معروفة، يعني حكم قطعي هذا. فعلى يتحال لف وداروا بس حتى يبررون لأمر عمر أنه هذا الحكم الذي أصدره وهو حكم منكر مبتدع ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله. ولذا يعترف ابن عبد البر بأنهم قد اضطربوا اضطرابا كثيرا في هذه المسألة. شلون يعالجون حكم عمر؟ نحن لدينا شريعتان، ترى عندنا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وعندنا شريعة عمر وشريعة عائشة. في شريعة رسول الله الإرث حق للجميع العربي والأعجمي، في شريعة عمر لا، الإرث حق للعربي والأعجمي بشرط أن يكون الأعجمي قد ولد في دار الإسلام، في دار العرب لا في دار الأعاجم. في شريعة رسول الله لا رضاعة بعد المجاعة، بعد سنتين ماكو رضاعة، ما تحرم شيء. في شريعة عائشة الحميراء لا، رضاع الكبير خلص، هذا هم يمشي حتى لو واحد عمره 100 سنة يرضع يصير ابن للبنت اللي عمرها 15 سنة، يصير هذا الشيخ الهرم يصير هو ابن لهذه البنت، هاي شريعة عائشة. نحن علينا أن نفكك أيها الإخوة بين شريعة النبي صلى الله عليه وآله وشريعة أمثال أبي بكر وعمر وعائشة، لأنه عندنا تناقض وتصادم، ماذا نصنع؟ الآن هذا نموذج واحد من نماذج عمر في ابتداع المنكر وجعله شريعة. فبالله عليكم ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وآله: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون. ينطبق عليه قول النبي هذا أم لا؟ لا شك ينطبق. الذي يعرفه المسلمون المعروف عندهم حكم الإرث، الجميع فيه سواسية للعربي وللأعجمي. فجاء عمر وماذا؟ وجاء بمنكر في مقابل هذا المعروف، فينطبق عليه قوله صلى الله عليه وآله: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون. طيب شنو وظيفتنا احنا الآن ما دام انطبقت على عمر هذه الصفة؟ فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. عمر عصى الله تبارك وتعالى فلا طاعة له، إذن نرفضه فنكون رافضة. كل مسلم ومسلمة اليوم لابد أن يكون رافضيا وإلا فلا إسلام له.
تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، طيب الله أنفاسكم إن شاء الله. ونوجه هذا التحدي وهذا السؤال إلى البكريون. يا بكريون، لدينا دينان، دين عمر ودين رسول الله صلى الله عليه وآله، تريدون أن تتبعون عمر فآمنوا بهذه الروايات الكاذبة، وأما إذا تريدون أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بما يقوله آل البيت سلام الله عليهم. وعندنا طبعا اتصالات ناطرين الإخوان. أول اتصال من الأخ أبو حسنين من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش عذرنا أخوي أبو حسنين، خليناك تطول الانتظار على الخط، تفضل. لا إن شاء الله، إن شاء الله مرتاحين، إن شاء الله مرتاحين. الله يخليك ان شاء الله، تفضل. ممكن مداخلات؟ اي تفضل، تفضل، حياك الله. شيخنا السلام عليكم. الو، في تاخير 5 ثواني اخ ابو حسين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا بخصوص المخالفين، يعني مش ما تحكي وياهم ما يفيد بيهم، يعني الحكي ما يفيد بيهم. نعم. وبدليل نوبات جماعة مخالفين من نقاشات. بخصوص قراءة الفاتحة، فاتحة القرآن، أسألهم سؤال، هالسؤال هذا معناه آمين شنو معناه؟ يقول والله ما أدري. أقول زين، شلون تقروها؟ إذا آمين ما تعرفوها شنو معناها، شلون تقروها؟ فجاوبت السؤال، قلت المسيح هو إجابة الأمين شنو معناها، وما ممكن اللغة العربية موجود، وأمين معروفة باللغة العربية يا رب استجب، وهذا ما يجوز بالقرآن، لأنه يعني رأس تبطل الصلاة. الشيء الثاني بخصوص المحرمات اللي بالقرآن، الدم ونحن الخنزير والميتة بمخلب، بخصوص الأرنب، الثاني الشيخ، شيخ يعني صايم مصلي حسب ما يقول هو. قلت له الارنب حرام شلون تاكله؟ قال انا ما اكل الفحل، اكل النفيه. انا اقصد اكل الفحل ما اكل النفيه، لان النفيه تحيض. فجاوبته قلت له ادري الارنب تقول النفيه تحيض، الفحل اكل الفحل، زين المخلب الارنب ما عنده مخلب، والمخلب كل ذي مخلب القران محرم، فشلون تاكله؟ قال والله ما ادري، انا اسمع من الكبار ملاتي. يعني حكيهم ما يطبق ويا القران اصلا، هم يقولون ان ناخذ النص من القران. فياسلنا يا قران اللي ياخذون من عندهم. والجواب يمك شيخنا انت البقيه لك. واشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم على البرامج القيمه. احسنت، بارك الله فيك وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله، وان شاء الله في ميزان حسناتك انك تناقش المخالفين ان شاء الله. والله على ان شاء الله على يدك يهدي لك كم واحد ان شاء الله. ناخذ الاخ سعيد من اوكرانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد الله، انا سميتك انت اسد الشيعه. لا العفو، انت مثل مختار الثقفي لما اختص من قتل امام الحسين، انت اسد الشيعه. ان شاء الله احسنت. اللقب الاول، اللقب الاول انا اتقبل، اللقب الثاني في اشكال. لو الدنيا كلها مثل شيخ ياسر شو صار بالدنيا عداله. حبيبي مشكور، بارك. ويقولون السنه القران جماعة عثمان، انا اريد اعرف القران قبل ما كان ولا عثمان؟ الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نزلنا الذكرى ونحن له لحافظون. شا كل ما تحكي وقالوا عثمان جمع القرآن، حتى في المصحف المطبوع في السعودية مكتوب كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي نجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وزيد ابن ثابت وابن ابي كعب عن النبي صلى الله عليه واله. شاهم علي ابن ابي طالب ما يشوفونه، بس يشوفون لي عثمان بن عفان. وش يقولون؟ يقول لك عمر لما كان يركب الحصان كان رجليه خطان بالارض. شاو بالكبر، شو اعطوني روايه شيء سمعنا عمر طلع حارب هجم له على واحد
يا اخي ضرب له وعد كيف؟ وين هذا؟ جبان هذا وين يضربه؟ 50 كيلو واسود، هذا ما هو سيف، هذا اكيد تمساح. يعني انت تتصور 50 كيلو يعني نص زلمه، يعني شايل له 50 كيلو، قديش تقدر تحارب؟ 10 دقائق نص ساعه؟ يعني يجيبون ويحطون ويقول لك ابو بكر الصديق، ليش صديق يعني؟ يعني كانوا الناس تشذب وهو بس كان يصدق؟ لو تحكي تقتلي، ما تحكي يركون ببطنك. اي نعم احسنت. يعني ما تدري شيء تحكي، تجيب له من كتبه وقال لك لا انت بتكرهون عمر، تسكت تقول له عمي كتب، لا انتم هاي الشيعه. الله يعينك الله يعينك ان شاء الله. اشوف انا حرقه بقلبك، طلعها على قناه فدك، هني قناه فدك قناه المؤمنين، اي واحد حرقه في قلب مؤمن خلي يطلعها على قناه فدك. المشكله يعني لا، بعدين عندهم هذا الشافعي، هذا الشافعي مين كانت معلمته؟ معلمته واستاذته كانت مره، مين هي؟ نفيسه بنت امام الحسن بمصر. هذا الشافعي عندهم واحد اكبر من هذول، شو اسمه؟ مؤسس احد من مذاهبهم. وعندهم هذا كان احمد بن مالك برضو، لما كان يجوا يسالوه بمساله شرعيه كانت بنته عندها عصا تضرب على الباب تقول لها هنا اخطات. وهذا احمد بن حنبل، عفوا احمد بن مالك، هذا ائمتهم مالين المذاهب عندهم ان شاء الله. الله وبس. وكان هم لو يدرون على حق، كان ليش مسوي لي 15000 غنات؟ كان انتم مو تدرون الجنة، مو تقولون انتم على حق، كان خلوا الجنة لكم، خلوا الشيعة يروحون بالنار، لأنه هم يدرون بنفوسهم وشك بقلوبهم، هم على غلط وعلى خطأ وشك، علشان هاي مسوي لهم كل واحد طالع له مسوي له غنات بلندن من هذول السعاليك، وحتى يقول لك حتى بس يسوي حاجز نفسي بين واحد يقول لك ها الشيعة يستفي. أحسنت أخوي سعيد وبارك الله فيك، وأنا أوجه نداء للاخوان اللي يبي، كافي بس النقاط اللي اثارها الاخ سعيد من اوكرانيا يناقشونا، وانا ممكن احول رقم تلفون الاخ سعيد حق اي واحد وهابي يناقش بس الاخ سعيد، ما نبي توصلون مرحله الشيخ ياسر يقول صعب عليكم الشيخ ياسر، ناقشوا بس سعيد، الاخ سعيد الحين من اوكرانيا وهو يلقبكم حجر ان شاء الله. ناخذ اتصال من الاخ حيدر ابو حسن من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على أخ عبد الله الخلاف وعلى سماحة الشيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. اللهم صل. إلى قيام يوم الدين. سماحة الشيخ، عندي بعض الأسئلة أود تجاوبني عليها، رحم الله والديك شيخنا. في أي مصدر، السؤال الأول، في أي مصدر قول عائشة لا يدفن في بيت من لا أحد؟ نعم. السؤال الثاني، من هم الأشخاص الذين قتلوا عثمان ولماذا قتلوا؟ أحسنت. القول الثالث، العفو، نعم. أوكي. السؤال الثالث شيخنا حفظك الله، قول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. فضلت الشيخ، أنت قبل فترة قلت بأن الرسول صلى الله عليه وآله عنده بس فاطمة وأم كلثوم ورقية، هنا تقول تجدوه أبي دون نسائكم. سؤال الرابع شيخنا، أرجو المعذرة على إطالة، ما هو موقف الإسلام من أوس بن فيض الأنصاري وقيس بن عمرو الأنصاري؟ هل صحيح أنهم متهمون في النفاق كما زعم المخالفون؟ إذن أين هي عدالة الصحابة؟ نعم، قيس بن عمرو الأنصاري وأوس بن أوس بن طيب الأنصاري. نعم. وقيس بن عمرو الأنصاري. نعم نعم. وأرجو بس فضلت الشيخ إذا ممكن، تفضل. إذا ممكن عرض فقط المصادر على الشاشة حتى نقدر نكتبها، مثلا يعني خاف مثلا ما نقدر نلحق على المصدر، مثلا المصدر من صحيح البخاري أو صحيح الترمذي حتى نسجلها عندنا، الله يرحم والديك، على الشاشة. والله أخوي أبو حيدر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح نعرض
أسئلتك على سماحة الله. الله يحفظكم، الله يوفقكم إن شاء الله. فقط سؤال أخير سماحة الشيخ. تفضل. سؤال أخير، ما هو رأيكم في الشيخ حسن فرحان المالكي؟ نعم، جزاكم الله خير. بس ممكن هذا السؤال الأخير ما أعتقد راح نجاوبك عليه، إحنا لنا شوية شخصيات. أي نعم، الله يرحمك. بس ممكن أكلم مع الشيخ تكلم، لأن في تأخير أخ حيدر. الله يخليك، بارك الله فيك. الله يخليك. بس 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 أتكلم مع الشيخ دقيقة واحدة. تفضل. بس أطلب من عنده الدعاء، الدعاء وخاصة في صلاة الليل. الله يرحمه والديك شيخنا. السلام عليكم. الله يرحمه والديك. إن شاء الله أدعو لكم. أحسنت أخي، أخي حيدر. وبالنسبة لمداخلتك قبل الأخيرة، طبعا الأخير ما راح حول السؤال، بس عرض مصادر على الشاشة، طبعا إمكانيات قناة فدك أقل من هذا الشيء، إنها تحط مصادر ونحط الكل، أي كتاب يطرحه الشيخ نحط المصدر على الشاشة، إمكانيات أقل من إن تستخدم هذه التقنية، تقنيتنا جدا متواضعة. ناخذ اتصال من أبو سليمان من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بطلع الموضوع وأتكلم شوية عقائدية. لحظة أخوي أبو سليمان الله يخليك. إي بس يعني ما عليك أمر، باختصار جدا عندي كذا مكالمة ناطرة عنها. أكيد 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 راح يقطعون علي التليفون، فأنا بحتاج بالكلام. تفضل. أنا بعرف المعرف والمعرف والانتقال الإمامة من إمام إلى إمام، هل نسميها انتقال أو وجوده وظهوره؟ عرفت شلون؟ والعصمة هل هي صفة مخلوقة أو الأئمة أهل البيت هم أرقى من العصمة، أو العصمة منتسبة أنهم أرقى منها؟ يعني بعرف الفرق بينها، هل هي العصمة أقل من أهل البيت بحيث أنها تحوز على مثلا الإمام العباس وسيدة زينب، وأن أهل البيت أرقى من العصمة لأن هي صفة مخلوقة وهي صفة كمالية مثل أنا ما أعرف زين، وذات الإمام هل هو الاتصال مو واضح، أنا صراحة مو سامع إنه يعني إلا نص المكالمة. الله يعينك أخو سليمان، دائما اتصالاتك مو موفقة. شلون علي أنا؟ الله يعينك، دائما دائما هالشكل يعني، ما قاعد مكالمة ما قاعد نسمع حد منك. إن شاء الله نحاول، بس أنا سجلت سؤال العصمة وإن شاء الله نحوله إلى سماحة الشيخ وبارك الله فيك على اتصالك. ناخذ اتصال الأخ عزيز من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ شرف خير. حياك الله. الله يسلمك. أنا بس أبغى أقول كم حاجة صغيرة. تفضل. الله يسلمك. صوت مشكلة يسوي صدع. من عندك ولا عندي المشكلة؟ في صوت يعني نسمعك واضح. زين. الحين مولاي جعفر الصادق يقول في أحاديث عن المفضل، يقول الأول والثاني أصلهم شياطين. أصلهم شياطين، واحد اسمه أدلم واحد اسمه زافر في كتاب الهفت الأظلة، هفت الأظلة عن المفضل. فهذول اثنين من الشياطين، واللي اتبعهم مأكد إني يعرفهم شو هم جنسيتهم وشو هم عن الأول والثاني عن أبو بكر وعمر، يعرفون شو أصلهم. فمستحيل اللي يعرف هذول ويؤمن، لأن الشيطان يعرف بحاله إني غلطان، واللي يتبعه بيعرف إني هو غلطان، مأكد من هالكلام. فمهما حاولت مهما تكلمت معهم مستحيل اللي يعرفهم بحقيقتهم. وأكدت العلماء السنة تدري عن هالشيء، تدري إن أبو بكر وعمر أصلهم شياطين ملبسين بصفات بشرية وليتهم بشر. ما أدري هل هذا الكلام يعني مأكد، أكدت العلماء السنة يدروا عن هالشيء صح ولا غلط؟ أنا ما أدري، بس إن اللي أشوفه حتى أنا أصلي تركي مش سعودي، بس أنا أتكلم من السعودية. لكن هذه الكلام اللي تحاولون فيها مستحيل واحد يعرف أبو بكر عمر في حقيقته ويأسلم، لأن طبعه من نفس الطبع. نعم.
في احاديث واجد عن الصادق عن الامام علي يوضح اصلهم مين. حط سيدنا على وقت سيدنا الامام الحسين، على وقت سيدنا الامام الحسين كان اجى الملك سيدنا جبرائيل وتكلم مع عمر بن سعد، قال له انت مين تبغى تقتل؟ لما سأله هنا قال له بقتل الحسين، فقال له شلون هذا بنت الرسول شلون تقتله؟ فهناك شك بالامر، هذا مين اللي دخل علي ويتكلم معي وانا من جند ابليس وانا من اتباع ابليس؟ هل كلام منطقها بنفسه هو؟ فهل كلام موجود في حديث عن جابر الصادق يشهد بنفسه ان هو من جند ابليس؟ كل واحد بيكون تابع لهالشكل ناس يدري ان تابع ابليس مستحيل يتشيع، مستحيل يحب اهل البيت، من المستحيل. ابليس يدري عن نفسه اني غلطان ويمشي مع الناس. نعم. وهذا بس كان يبغى وجهه للناس اللي يبغون اذا يعرفوا مين صفه ابو بكر وعمر بالحقيقه هم. نعم. او اللي يبغون هذا يعرفوا مين، من المستحيل اذا كان يعرفوا صحيح اذا ماشي على دربهم فهو منهم. شكرا يا اخ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، مشكور اخ عزيز، بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الاخ حسام من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله أخوي حسام، تفضل. أخ عبد الله كيف الحال؟ هلا حياك الله عزيز وغالي حبيبي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بارك عليكم الشهر إن شاء الله. الله ينور عليك، الله يطول عمرك. أبلغ تحيات لك ولجميع أفراد قناة فدك. وللشيخ خاصة، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. عزيزي بس مداخلة لو سمحت. تفضل. أول شيء طويل عمر، إحنا طالبين الكتاب مال الشيخ، بس الظاهر إن عندنا الجمرك قد صادروه. إي نعم. فأنا بنعرف إذا في طريقة ثانية نقدر نحصل على الكتاب. نعم. حتى نستفيد إحنا. ان شاء الله هذه نقطه، وانا ان شاء الله اوضح لك اياها ان شاء الله. في طرق ان شاء الله نحاول، قاعد نجرب طريقه نوصل الكتب للبحرين. طبعا كل ما ندز كتب للبحرين تتصادر، وانا احاول ان شاء الله اني يعني اوفر طريقه سهله لاخواننا في البحرين ان شاء الله. تفضل اخوي حسام، مداخلتك الثانيه. انقطع الاتصال من الاخ حسام. ناخذ اتصال من الاخ علي حسين من الحجاز. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم المرحبا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم، تحية الاسلام. اسمعني زين؟ اي اسمعك. اولا احييك يا الشيخ. اي حياك الله، تفضل. يعني بس عندي تعليقات على بعض الكلام اللي قاله الشيخ. اي تفضل. حياكم الله. الشيخ في البداية يعني دائما يأتي بالحديث اللي تعجبه من مصادر أهل السنة والجماعة. نعم. واللي ما ويأخذ بها، واللي ما تعجبه يقول هذه حقات مخالفين أهل البدع. إما أنه يأخذ من الصحاح وهو البخاري ومسلم، وخاصة البخاري لا يوجد في حديث إلا صحيح كلها صحيحة، يأتي بحديث البخاري ويعرض على الناس. أما أنه يأخذ قال الإمام أحمد وهي حديث ضعيفة، ثم يقول انظروا هذه الحديث اللي يقولها عن عمر، هذا كلها هذا أعتقد أنه في تدريس على الناس. ولا هو يعني من الأدب الحقيقة أن يعني يكون يعني عرض على الناس في شهر رمضان الكريم. ضعيف الذي رواه احمد ورواه البزار، وقد اعترف الالباني في بصحته في السلسله الصحيحه برقم 590. اي سمعت، خلي يكمل. خلي اكمل. تفضل. خلني اكمل يا شيخ ولك حق التعليق. تفضل. انا اقصد يعني اذا كنت يا شيخ ترفض مصادر اهل السنه وتقول كلها بدع، ليش تجيب بعض المصادر وتقول والله انظروا يا ناس هذا ما قاله في عمر، وهذا ما قاله عثمان، وهذا ما قاله؟ يا اما انك تاخذها كلها ولا انك لا تقبلها كلها.
أنا لا تأخذ من مصادرنا الضعيفة والمكذوبة ثم تعرض على الناس وتقول هذه والله هي أهل السنة والجماعة، هذا غير صحيح وليس من اللائق الحقيقة. وأنت رجل تبحث عن الحقيقة وتقول للناس انظروا إلى الأمور، هذا ما صحيح. الشيء الثاني، الشيخ بالأمس ذكر أن عثمان بن عفان أنه غير معصوم، وحنا نتفق بجملة تفصيل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو بكر غير معصومين على الإطلاق، ولكن حنا نقول أن عثمان بن عفان الخليفة الثالث شاء من شاء وأبى من أبى. ثم يقول ألو. نعم الشيخ كم. لو كان صحيحا، وهذا أنه ما حارب أو أنه ما حارب بعضهم بعض، يا أخي علي بن أبي طالب تحارب مع معاوية، إذا كيف يكون معصوم؟ يعني كلام يناقض كلام، يعني أنا ما أدري، الشيخ أحيانا يعترف بما ظهر مما يشعر، ما يشعر أحيانا يقول الكلام يكون ضده. نعم. وشيء آخر الآن أيضا الشيخ الآن الشيخ يقول عن التطوير والضرب، ويقول أن الضرب هذا من الأعمال الطيبة والأعمال الجليلة، وتكلم عن أحد معممين في العراق عندما أفتى بحرمة التطوير، قال الشيخ، وأنا سمعته في برنامج محاضرات عندما سأل أحد الأشخاص أنه آية الله ما أدري شو اسمه هذا، وقال لا هذا ضال وغير صحيح وأن التطوير صحيح. أنا بأطلب من الشيخ طلب واحد، نعم، أو أن يكون هو وعلي الكوراني ومجتبى الشيرازي وعبد الحميد المهاجر والسيستاني وخامئني، إذا إن استطاع أن يجتمعوا مع بعض ويضربون أنفسهم بالسلاسل وتسيل الدماء من رؤوسهم، والله لا خلي أهل المنطقة الشرقية كلهم يتسيعوا. وانت شنو وكيل المنطقة الشرقية؟ على أقل تقدير من الشيخ ياسر، نريد أن يخلع ثيابه هذه الليلة ويضرب نفسه بسلسلة، نريد أن نرى دماء على جسده، ونريد أن نرى دماء تصب من رأسه حتى يكون قدوة. أما أنه يقول هالضعفاء اضربوا لأنفسكم اجلدوا أعماركم، هذه من الأعمال الطيبة، هذا غير صحيح. أكلتم أموال الناس باسم الخمس، تمتعتم بنسائهم زين. علي لا تقعد تذكرها، لحظة والآن تتجعلون هؤلاء شوي. نقطة ايش فيك يا ابو الحلال؟ يا اذكر الله يا رجال. لحظة شوي يا رجال، انت الحين قصر صوتك، خلنا نتكلم. ايش فيك؟ اعطيتك مهلة، خلنا نتكلم. الشيخ ياسر انا وياه مطبرين السنة اللي طافت. تكلم. الشيخ انا وياه مطبرين السنة اللي طافت، فسخ العمامة وطبر. نبقى على الهواء مباشرة، خلاص نبغى على الهواء مباشرة، لا نبغى على الهواء مباشرة، وبس اريد ان ياخذ السلسلة قوية ويضربها على ظهره على هواء مباشرة. تبي يضرب الدماء تسيل من راسه، نريد ان تسيل الدماء من راسه. والله فيك حرة على الشيخ. هذا حقيقة، اما يجعل هالمساكين الضعفاء يضربون اعمارهم ليس من الدين يا جماعة. خلاص زين، الحين شوف، انا سجلت لك 5 نقاط. لحظة علي، انا سجلت لك 6 نقاط، عندك نقاط ثانيه والله اسجلها، انا مستعد، عطني 10 نقاط اسجلها، قول لي شنو المداخلات واعرضها للشيخ. طيب اخي عبد الله، نقطه اخيره. تفضل. الشيخ في المره الماضيه عندما تكلمنا على السعوديه قال انتم لا تنتسبون وما نعرف، يا اخي انا ما سالتك عن الانتساب. نعم، هذه ليست العقيدة، احنا نتكلم عن العقيدة. يعني لو انا كنت ياسري ولا حبيبي، الله عز وجل لن يدخلني لا جنة ولا نار، ما له علاقة هذه. اجبني في صلب الموضوع، لا تحاول ان تهرب يمنة ويسرة ثم انت تأتي تراوغ مثل اللاعبين في الملعب يراوغون. لا، نحن نريد ان تكون الإجابة صريحة ومباشرة ومباشرة في صلب الموضوع، ما له علاقة. يقول والله هذا أمور ثانوية ما له علاقة فيها. نعم. أنا خلاص، أنا أعتبرني ياسري يا أخي، أعتبرني ياسري، وش المشكلة يا أخي؟ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. والله أنا صراحة حيي جرأتك واتصالك وطرحك المواضيع، وما شاء الله أنت من المتابعين، وراح نجاوبك مع كل احترام إن شاء الله. حياك الله.
الحين ناخذ اتصال من الأخ حسن جعفر من البحرين. السلام عليكم. اخوان الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو اخبارك استاذنا عبد الله؟ حياك الله، طاب لونك حبيبي، عزك الله. اخبارك شيخنا العزيز؟ حياكم الله ان شاء الله. الله يحييكم. بغيت اسالكم، حياكم الله. احنا تبرعنا ان نطبع الكتاب الفاحشه في البحرين، نعم، بس ما وصلتنا اجابه منكم عشان تعطونا النسخة الإلكترونية حتى نطبعها في البحرين. إن شاء الله هذا الكلام، إن شاء الله تتصل على الهيئة وإن شاء الله يخبرونك عليه. إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. أنا كلمتكم بس أنتم ما مو متعاونين بشكل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح نتعاون معكم. حياك الله. إن شاء الله. أمان الله السلام. إخواني بس بعد هذا الاتصال من الأخ آصف من سوريا، حاولوا توقفون الاتصالات حتى نجاوب على الأسئلة وبعدها، ولا في عندكم كذا اتصال؟ زين ناخذ الاتصالات الموجوده وخلاص اتصالين يلا ناخذهم، وبعدين وقفوا الاتصالات مؤقتا مني لما نجاوب على الاسئله، وبعدين تاخذون اتصالات جديده. الاخ آصف من سوريا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي هذه القناه العظيمه الحقيقه التي هي تعتبر مناره اسلاميه كبيره في للأمة العربية والإسلامية. الله يحييك. وأحيي الشيخ ياسر الحبيب. الله يحييك. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودكم بجاه سيدنا علي أمير المؤمنين وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا رسول الله. حياكم الله. سلام الله عليه. أريد أن أطرح سؤال على الشيخ ياسر الحبيب، أرجو أن يوليه العناية الكافية. تفضل. صلى الله عليه. وهو ما ورد في سورة مريم. نعم. عندما قال في كتاب العزيز الله الرحمن الرحيم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الحقيقة أنا مدرس فيزياء، وعملية هذه التمثل بين النوراني والجسماني، هل من الممكن الإجابة على هذا السؤال سمح الشيخ ياسر الحبيب؟ نعم. وشكرا لكم. حياك الله وبياك إن شاء الله. الحين باقي إخوان بس. أي نعم، اتصال ناخذ هذا الاتصال من الأخ داود من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم. وعليكم السلام، منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. أولا سلام على الشيخ ياسر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الحين اطلع سؤالك. نعم نعم. وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تخاطب المؤمنين، يعني دائما في القرآن الله سبحانه وتعالى يخاطب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ولكن فقط في أواخر سورة التحريم وردت آية تخاطب الذين كفروا، وهي وضرب الله مثلا للذين كفروا. ومن المعروف أن الكافر لا يقرأ القرآن. نعم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط. نعم. فنرجو من الشيخ ياسر الحبيب أن يبين من هم الكافرون المعنيون بهذه الآية. نعم. لأننا نريد أن نخرج من هذه المتاهة كما نرى على جميع الفضائيات المخالفة، أنه دائما إذا واحد يذكر عائشة بسوء دائما جوابهم يقولون أنه هل من المعقول أن يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وآله تكون أنه امرأة كافرة. نعم. فنرجو من الشيخ أن يبين من هم المخاطبون بهذه الآية، لأن الكافر لا يقرأ القرآن. إذا الكافر الحقيقي الذي لا يؤمن بالإسلام فإنه لا يقرأ القرآن حتى الله سبحانه وتعالى يضربه مثلا حتى يصله هذا المثل. نعم. ومشكورين جدا وتقبل الله أعمالكم مرة أخرى. والسلام عليكم. تقبل أعمالكم سماحة الشيخ. نبدأ في أسئلة، طبعا خلوها الإخوان في الكنترول لأن طبعا ما قدروا ينتظرون على الهاتف لأنه كانت اتصالات كثيرة. فطبعا أول شيء الأخ أبو حسنين من العراق كان عنده تقريبا مداخلات
عندما تكلم عن المخالفين ما يفيد معهم وتسأل عن يعني آمين وما يعرفون معنى آمين وكذلك المحرمات والثقة. أرجو أنه المداخلات نطويها يعني الأخوة الذين تداخلوا ما أعلق على مداخلاتهم ننطلق فورا إلى الأسئلة إن شاء الله. حيدر من أبو حيدر أبو حسن من العراق يقول يبي مصدر المصدر أي مصدر قالت عائشة لا تدخلوا بيتي من لا أحب. نعم مصدر هذا الأمر روته جملة من المصادر. أنا على عجل فقط يعني أذكر له مصدرا واحدا وهو كتاب الإرشاد للمفيد الجزء الثاني الصفحة 17 وفيه أقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله قال كما اتفق على إخراج هذا الحديث المسلمون ومنهم يعني ممن أخرجه كذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله قال للإمام الحسن عليه السلام اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فكلام عائشة في أنها لا تحب الحسن عليه السلام صريح في نصبها وعدائها لأهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. السؤال الثاني من الأشخاص الذين قتلوا عثمان ولماذا قتلوا؟ ذكرناهم في الليالي الماضية وقلنا إنهم جماعة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن التابعين. كان من بينهم عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه وهو من أجلاء أصحاب رسول الله. هذا الرجل طعن عثمان 9 طعنات 3 منهن لله و6 منهن لما كان في صدره عليه. كان من بين هؤلاء الجهجاه بن سعيد الغفاري وهو من أكابر أصحاب رسول الله كذلك ممن شهد بيعة الرضوان. كان من بين هؤلاء محمد بن أبي بكر وهو من أصحاب رسول الله. كان من بينهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وهو كذلك من أصحاب رسول الله وكان أيضا ممن شهد بيعة الرضوان. كان من بين هؤلاء كميل بن زياد ومالك الأشتار وجماعة من أكابر المسلمين والمؤمنين. هؤلاء جميعا ثاروا على عثمان حتى قتلوه ولم تكن نيتهم قتله حقيقة في بداية الثورة، يعني هم خيروه حاصروه طوال 40 يوما أملا منه أن يعتزل الحكم، يعني يفعل كما فعل حسني مبارك. لكن عثمان اختار أن لا يفعل ما فعله حسني مبارك، اختار أن يفعل ما فعله القذافي الآن وهو التشبث بالسلطة إلى آخر رمق. فاضطر الثائرون نتيجة إلى أن يقتلوه كما سيضطر الآن الثائرون في ليبيا إلى قتل معمر القذافي. ولو أنه تنحى منذ بداية الأمر لما يعني أهريق دمه. وهذا الذي كان للعلم يتحاشاه أمير المؤمنين عليه السلام لما أمير المؤمنين صلوات الله عليه أوقف الحسن والحسين لكي يكون حاجزا بين الثائرين وبين يعني عثمان وبني أمية الذين تحصنوا في دارهم في دار عثمان وكانت قصرا. لم يكن ذلك دفاعا عن عثمان في الواقع وإنما كان حيلولة لإراقة الدماء، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينظر للمستقبل أنه إذا أريق دم عثمان فهذا سيكون حجة لمعاوية ولبني أمية ولعائشة وطلحة والزبير ومن أشبه في أن يقوموا بحروب أخرى أهلية فيما بين المسلمين تريق المزيد والمزيد من الدماء. ولكن لو أن عثمان تنحى منذ البداية وكان هذه هي كانت حقيقة غاية أمير المؤمنين عليه السلام أنه يتنحى عثمان دون أن يراق دمه، أي أن لا ينفعل الثائرون ويقتلونه فورا وإن كان قتله مباحا في الواقع لكنه كان مرجوحا، فلولا أنه قتل لما وقعت هذه الحروب 3 الأهلية فيما بعد، يعني حرب الجمل ثم حرب صفين ثم حرب النهروان، هذه كلها من مضاعفات قتل عثمان في الواقع.
فأمير المؤمنين عليه السلام لم يوقف الحسن والحسين دفاعا عن عثمان ولا أثر ذلك عنه أصلا، وإنما كل ما كان يحرص عليه هو أن لا يسفك دم عثمان فيتسبب في سفك دماء أبرياء من المسلمين كمضاعفات لهذه الحادثة، ويتخذ قميص عثمان يعني سببا لإراقة مزيد من الدماء. وإلا فإن أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل، وهذا أمر يعني قول مشهور عنه، حينما سئل عن أنه من ذا قتل عثمان، قال قتله الله وأنا معه، أي أنا مع الله تبارك وتعالى. وأبلغ دليل على أن عثمان كان مستحقا للقتل من باب القصاص وأنه كان مهدور الدم شرعا، أن الذين قتلوا عثمان كانوا كبار جند أمير المؤمنين عليه السلام كمالك الأشتر وغيره من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا ملازمين له ولم يقتص منهم أمير المؤمنين ولم يعني يعاقبهم بشيء، بل ظل يمتدحهم إلى آخر لحظة من حياته وحياته. أحسن سمعت شيخ، ومشكور على أنك وضحت سؤال هل أشرك أمير المؤمنين الحسن والحسين في الدفاع عن عثمان، لأنه كان آخر سؤال من حلقة أمس للأخ أبو منتظر من ألمانيا، ونقلنا هذا السؤال إلى حلقة اليوم وأشكرك على الإجابة عليه. سؤال الأخ حيدر أبو حسن من العراق الثالث، وعنده 3 أو 4 أسئلة. يقول هناك في من خطبة السيدة فاطمة سلام الله عليها عندما قالت هو أبي دون نسائكم، وأنتم طرحتم بحث أن للنبي صلى الله عليه وآله نساء وبنات غير فاطمة، فكيف تفسرون هذه المقولة؟ هذا الأمر مجاب عليه في الموقع موقع القطرة، وذكرنا هناك أن الخطاب كان متى؟ بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، حيث لم يتبقى من بنات رسول الله أحد إلا الزهراء عليه السلام، لأن السيدات الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم كن قد توفين قبل ذلك عليهن السلام. فكلام الزهراء كان موجها لمن؟ لنساء المهاجرين والأنصار، أنه الآن إن عزوتموه تجدوه أبي دون نسائكم، أنه ليس أحد الآن منكم من نسائكم أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله سواي أنا المتبقية، أنا الوحيدة. فكلام الزهراء عليه السلام صحيح ولا ينفي بنوة السيدات الثلاث صلوات الله عليهن، لأنهن كن قد رحلن قبل ذلك. نعم. سؤال الثالث، رأيكم في شخصية قيس بن عمرو الأنصاري وأوس بن كلب الأنصاري؟ يعني أنا لا أتذكر الآن جيدا هذين الاسمين، يبدو أن تحريفا في الاسمين موجود، فالأخ إذا أمكن أن يراجع وثم يعود إلينا إن شاء الله تعالى. أحسنت، وأنا حتى أطلب من الأخ إذا يراسل. يعني أظنه يقصد قيس بن سعد بن عبادة، أظنه هكذا، يعني هو السؤال ما كان متضح الأسماء، أظنه يقصد قيس بن سعد بن عبادة، والآخر منه الاسم الأول شنو؟ أوس بن كلب الأنصاري. هذا الاسم يعني الآن مو في ذهني أبدا، ولعله يقصد ما أعرف، يمكن يقصد قسيد بن حضير مثلا، فيض يقصد الأنصاري، فيض على أي حال فليراجع الاسمين إن شاء الله ويعود إلينا إن شاء الله. الحين أبو سليمان كانت طبعا مداخل. فيض أعتقد فيض أيضا هذا اسم غير معروف عندي، على أي حال نعم. إذا ممكن يراجع الاسمين بدقة ويرجع إليه. نعم، حتى أنا كنت مو سامع الاسم فعلا. أبو سليمان من الكويت كانت يعني مداخلته مو واضحة، مكالمته شوي فيها تشويش، ودائما يقول لي شوشون عليه. فسمعت منه سؤال واحد اللي هو هل العصمة أرقى من أهل البيت أم أهل البيت أرقى من العصمة؟
يعني أساس يعني السؤال بهذه الصيغة ليس منضبطا علميا، لأنه يعني ليس هنا أفضلية وتفاضل بين جنسين مختلفين، يعني العصمة على حالها وهي أمر حقيقي اعتباري في حاله، وأهل البيت عليهم السلام ذوات أشخاص ذات ذوات ومشخصة، العصمة ليست مشخصة حتى يقال هذا أرقى من ذاك أو ذاك أرقى من هذا، إنما الذي نقول أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم سادة المعصومين، وعصمتهم هي العصمة الكاملة التي تكون عن الكبائر والصغائر وترك الأولى والسهو والنسيان وما يخرم المروءة، وحتى عن النوم الغالب حين يمضي وقت الصلاة وأشباه هذه الأمور. فعصمتهم عصمة كاملة، لأن حقيقة العصمة هي أنها قوة إدراكية وملكة يمنحها الله تبارك وتعالى، تمنع هذه الملكة وهذه القوة الإدراكية صاحبها من الوقوع في المعصية مع القدرة على ذلك، وإلا لا يكون له فضل من هذه الجهة. وتكون هبة الله عز وجل لعبده المعصوم هذه العصمة تكون تفضلا من جهة واستحقاقا من جهة أخرى لما جرى في العوالم السابقة كعالم النور وعالم الأضلة وعالم الذر وما أشبه من امتحانات، فالذي كان يسبق إلى المعرفة الإلهية ويكون أول من يجيب، وقد كان أول من أجاب وقال بلى حين أشهد الله تعالى على يعني أشهد على بني آدم على أنفسهم ألست بربكم، فالنبي صلى الله عليه وآله كان أول من أجاب ببلى حينما قالوا بلى، ولذلك الله عز وجل أعطاه أعظم وأجلى مصاديق العصمة وأعطاه مقام سيد خلقه وسيد أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. الأخ عزيز من الحجاز ذكر رواية عن المفضل أن الأول والثاني أصلهم شياطين وسماهم آدم، مواضح الاسم، فيقول هل هذا كلام يعني له مصادق أن أصل أبو بكر وعمر أنهم كانوا شياطين؟ يعني ورد هذا الشيء في بعض مصادرنا عن أئمتنا صلوات الله عليهم، أنه هنالك جنبة شيطانية في كل من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. وبطبيعة الحال نحن نعلم بأنه هنالك شياطين إنس وشياطين جن، ولذا نحن نستعيد ونقول من الجنة والناس هكذا. فهنا هنالك جنب أي صفة شيطانية، وهي ما هي حقيقة الصفة الشيطانية؟ هي الصفة التي تتمرد على تعاليم الله تبارك وتعالى، هذا يقال له شيطان هكذا. فأبو بكر وعمر وعائشة وحفصة لا شك كانت فيهم هذه الصفة وهذه الروح التمردية على الله تبارك وتعالى، وكانوا أيضا يعني الشياطين أيضا يوحون إليهم كما ثبت ذلك في القرآن الحكيم. الشياطين شياطين الجن لهم اتصال مع شياطين الإنس بنحو ما، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلذلك الأمر واضح ومتضح، والمهم هنا هو إثبات أنه ما دامت هذه الشخصيات قد تمردت على تعاليم الله تبارك وتعالى وتعاليم رسوله صلى الله عليه وآله، فنعلم يعني هذا يكشف عن أن لهم جميعا جنبة شيطانية ما. أما قول الأخ، لا أدري إن كان هذا الأخ أو سائل آخر من الإخوة الكرام، أنه لا يمكن إذن لطائفة أهل الخلاف أن يهتدوا مع علمهم بأن هؤلاء شياطين وما أشبه، هذا غير صحيح. نحن الذي نراه ونلمسه على أرض الواقع أنهم بحمد الله تعالى يهتدون، ويعني الله عز وجل يكشف عن أبصارهم هذه الغشاوة أو عن بصائرهم في الواقع هذه
الغشاوة ويوالون النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، والأمر في ازدياد، والقضية قضية سنوات إن شاء الله تعالى، ونرى أن أكثرية الأمة تعود إلى رحاب الولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائه. أحسنت سمحت شيخ. واللي نبي إحنا إن شاء الله ينكشف عن بصره الحجاب ويرى نور أهل البيت سلام الله عليه. الأخ اللي بعده اتصل من الحجاز اسمه علي حسين، وكان عنده أكثر من مداخلة، فأنا أشرح لك أو يعني كل نقطة أشرح لك إياها وأنت تجاوب عليها إن شاء الله، ونجاوب على كل النقاط اللي طرحها. النقطة الأولى طبعا يقول أنت تركب الحديث على اللي يعجبه، على اللي يعجبك واللي ما يعجبك، واللي ما يعجبك تقول من مال المخالفين طبعا. ويقول طبعا أنت ما تأخذ من الحديث الصحيحة الكتب الصحيحة، أبو البخاري عنده، تأخذ من مسند أحمد وهي ضعيفة. كذلك ذكر إذا أنت تقول أنها بدع فإما تأخذها كلها أو تتركها كلها، فأنت تأخذ فقط من المصادر الضعيفة وتقول هذه يعني تشرحها، والمصادر القوية لا تشرحها. هذه أول نقطة. يعني أنا أعجب من هذا الإشكال حقيقة من هذا الأخ، ومرة أخرى يفاجئني بأنه لا يتأمل جيدا فيما يقول، ولا يتأمل جيدا فيما سمعه مني. أنا الذي أحتج به عليكم هو يعني ما قام الدليل على صحته واعتباره. مثلا هذا اليوم أنت حينما تقول أنه أنت تحتج بمسند أحمد وهو ضعيف، الحديث الذي أخرجته، من قال أنه حديث ضعيف؟ يعني ذكرت لك أن الألباني صحح هذا الحديث في كتابه السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني برقم 590، ثم إن الحديث لم يقتصر إخراجي له من مسند أحمد، أخرجته لك أيضا من مسند البزار بسند صحيح رجاله جميعا ثقات، رقم الحديث 2398، واللفظ في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سيلي أموركم من بعدي نفر يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. فكيف يعني تزعم بأنه أنا أخرجت لك حديثا ضعيفا أحتج به عليك؟ ها هو الحديث صحيح وأتحداك أن تقول أنه حديث ضعيف، وقد أخرجته من أكثر من مصدر، لا من مصدر مسند أحمد فقط، على أن الألباني في كل الأحوال صحح هذا الحديث لما له من الشواهد والتوابع أو المتابعات، له متابعات، فلذلك صحح هذا الحديث، وهو يبين بشكل واضح أن هؤلاء الذين تولوا بعد النبي صلى الله عليه وآله كانوا مبتدعين وكانوا من أهل المنكر. وأما قولك أنه عليك أن تؤمن به كله أو ترفضه كله، يا أخي أنا لا أؤمن به كله، وإنما أنا أخرج منه الأحاديث التي أحتج بها عليك. يعني نحن حينما الآن نتكلم مثلا مع اليهود والنصارى نريد أن نحتج عليهم، ماذا نصنع؟ نخرج مقاطع أو فقرات من كتبهم، من كتابهم الذي يسمونه الكتاب المقدس، نحتج به عليهم. مثلا نخرج هذا المقطع الذي من أحد إصحاحاتهم والذي فيه البشارة في شأن نبينا صلى الله عليه وآله، كلمة الباركليتوس أو البارقليطة موجودة في النسخ العربية. هذا أمر معروف، ما من مسلم يتصدى لمحاججة أهل الكتاب إلا وعادة يستشهد، يعني في ضمن ثنايا كلامه يستشهد بهذا المقطع من كتابهم المقدس، أنه هذا المقطع الذي فيه إنباء المسيح عليه السلام بأن رجلا سيأتي هذه صفته اسمه بارقليطة، وبارقليطة في يعني حسب يعني المترجمين عن اللغة السريانية القديمة تعني أحمد أو محمد صلى الله عليه وآله، أي ذلك الرجل المحمود وكذا. فنحن نحتج بهم على هذا المقطع فقط، ولا شك أن مضمونه نحن نؤمن به باعتبار أن قرآننا أنبأنا بأن المسيح عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. فهل يحق هنا للنصراني مثلا أن يقول
لا أنا لا أقبل منك هذا الاحتجاج علي، لأنه إما أن تؤمن بكل كتابي وإما أن ترفض كل كتابي، هذا ليس منطقا علميا. إذن كيف لي أن أحتج عليك إلا بما تلتزم أنت به؟ فكذلك في خصوص البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيره، هذه كتب أنتم تعترفون بها وبصحتها، وإنما آخذ منها ما أحتج به عليكم وأؤمن بفحواه، لأنه يطابق ما روي عن طريق أئمة صلوات الله عليهم. هذا أمر يقبله جميع العقلاء ولا ينكرونه. ثم إن كلامك بأني لا أستدل من البخاري ومسلم كلام عجيب وغريب، وأنا أشهد هنا يعني أو أشهد هنا جميع من سمعوني في الليالي الماضية، ألم أخرج لكم أحاديث من البخاري؟ ألم أخرج لكم أحاديث من مسلم؟ ألم أذكر تلك الأحاديث برقمها وبالصفحة وبالمجلد؟ فلم يكن كلامي مقتصرا على مسند أحمد. أتريد أن أعيد عليك؟ لا أرى يعني ضروريا ذلك. ألم أخرج لك حديثا من صحيح مسلم بأن عليا والعباس كانا يعتبران أبا بكر وعمر آثمين غادرين خائنين كاذبين؟ ألم أخرج لك هذا الحديث وكشفت لك تدليس البخاري وكيف أنه اقتطع هذه الكلمات ووضع مكانها كذا وكذا في صحيحه؟ لم تجب عن هذا الأمر. فلكيف تقول أنه يعني أنت هنا تنكر المحسوس؟ الجميع هنا كل من سمع ملايين يشاهدون القناة ورأوا مني أني أستشهد بالبخاري ومسلم حينما أجد الحديث الذي يرتبط بموضوع ورقة البحثية في البخاري ومسلم. اليوم وجدت هذا الحديث في مسند البزار وفي مسند أحمد، والحديث صحيح، صححه أكابر علمائكم في هذا الفن، في فن الحديث، في علم الحديث. فأنت مع الأسف تأتي وتعترض على شيء يعني ليس له واقع. نعم. النقطة الثانية عن عثمان بن عفان، يقول أنكم أنت قلت أنه غير معصوم، ونحن نقول كذلك أنه ليس معصوم، وهو فقط خليفة، وقال شاء من شاء وأبى من أبى أنه الخليفة الثالث. وإذا تذكر المعصوم فكيف يكون أمير المؤمنين معصوم وهو حارب معاوية؟ يعني هل أنك رأيت مني أني أنسب إليكم القول بأن عثمان معصوم؟ لم أقل هذا يا أخي. سألني سائل عما هو عندكم تسمونه حديث العشرة المبشرة بالجنة، قلت هو حديث باطل من عدة وجوه، من عدة أوجه، إحداها أننا نعلم أن هؤلاء المذكورين لا تقولون أنتم بعصمتهم، والأمة متفقة على عدم عصمتهم، إلا علي عليه السلام فيه اختلاف، فطائفة من الأمة تقول هو معصوم وطائفة تقول هو غير معصوم، وهي طائفتكم. فقلنا بأنه لو كان للحديث واقع لما رأينا هؤلاء المبشرين بالجنة يتقاتلون وثاروا على عثمان وحرضوا عليه. واحد من المعصومين، من المبشرين بالجنة عندكم، طلحة بن عبيد الله، كان من جملة المحرضين على عثمان بالاتفاق، وكما نقلت الرواية الصحيحة في هذا الشأن من تاريخ الطبري بسند صحيح، ذكرت رجاله وأنهم جميعا ثقات صادقين، قلت ذلك في الحلقة الأولى أو الثانية من سلسلة من هذه الليالي الرمضانية، ذكرتها وأخرجتها لكم. طلحة بن عبيد الله مبشر بالجنة على ما تزعمون، هو يحرض على مبشر آخر بالجنة، أيقبل عقلك هذا؟ لا يقبله. إذن تعلم بأن هذا الحديث موضوع مكذوب، وإلا لا يعقل أنه أهل الجنة يتقاتلون بعضهم مع بعض. وقلت إن عثمان ليس معصوما والآخرون غير معصومين، فإذ ذاك لا يعقل صدور هذا الحديث من النبي. لماذا؟ لأن النبي كيف يبشر أناسا غير معصومين بالجنة وهذا فيه إغراء لهم بفعل القبيح والإثم؟ هذا يبطل الحكمة، والنبي حكيم، الله حكيم، ما يعطي صك مفتوح لغير المعصوم.
لأنه حيث أنه غير معصوم فإذا يمكن أن يخطئ، يمكن أن يرتكب إثما، يمكن أن يرتكب خطيئة، فكيف يقول له من البداية أنه لا افعل ما شئت ترى أنت مآلك الجنة؟ هذا يغريه بالقبيح، يغريه بفعل المعصية. نعم لو كان معصوما فإذا هو معصوم منذ البداية، عنده ملكة تحجز عنه ماذا؟ تحجز عنه الإقدام عن على المعصية، تبعده عن المعصية. فلذا لا نستنكر من الله تبارك وتعالى أن يبشر أهل بيت النبي صلوات الله عليهم المعصومون من أهل بيت النبي أنه يبشرهم بالجنة، وأن يبشر أنبياءه بالجنة للاتفاق على أنهم معصومين، لكن لا نجد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد بشر أحد بالجنة وهو غير معصوم في غير فترة شهادته، مثلا في غير فترة مقتله، مو أنه قبل سنوات وما زال العمل أمامه وما زالت الدنيا والحياة أمامه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة، يقصد أول شهيد في الإسلام ياسر المخزومي رضوان الله تعالى عليه، وزوجه سمية وابنه، يعني هو وزوجه سمية آل ياسر، يعني هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله بشرهم بماذا؟ بالجنة. متى؟ في أواخر سويعات حياتهم، أنه هذا مآلكم فيه إلى الجنة. الحسين عليه السلام بشر أصحابه بأن لهم الجنة في أواخر سويعات حياتهم، يعني بعدما اجتازوا الاختبار وخلص بينهم وبين المنية لحظات. أما أنه يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله يعطي هكذا بشارة لرجل بينه وبين الموت 30 سنة 40 سنة، يقول له ترى أنت مبشر بالجنة وخلص اعمل ما شئت فقد غفرت لكم، كما هذا الحديث الآخر الموضوع الذي وضعتموه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه الله عز وجل يقول لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بالله عليك أيصدر هذا من الحكيم؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ الله لما يخاطب هكذا أهل بدر إذن يقول لهم خلص بكيفكم، روحوا ازنوا سرقوا شربوا فعلوا ما تشاءون فإنه قد غفرت لكم. لا يقول بهذا عاقل يا أخي، هذا واضح أنها من أحاديث هكذا منسوجة، جاءت بفعل السياسة، جاءت بفعل القصاصين، بفعل هؤلاء حتى تبني هذه العقيدة الزائفة العقيدة البكرية، وإلا الأمر تبطله الحكمة، ونحن نعلم أن الإسلام دين الحكمة. أحسنت سماحة الشيخ. بعدين نتطرق إلى موضوع التطبير. يقول أنت تفضلت أن التطبير من الأعمال الطيبة والجميلة، وقال أنا أطلب من الشيخ وعدد كذا اسم حتى غلط في اسم شخصية هو متعمد طبعا يغلط فيها، بس احنا هم ناخذهم على قد عقلهم. نبي يقول نبي الشيخ على الهواء مباشرة تطلع سماحة الشيخ الحين وتفسخ العمامة وتطبر وتضرب نفسك في السلاسل. يعني لا، أنا أشوف المسألة جدا بسيطة إذا يلتزم بالتالي. يعني هو قال إذا هذا تسوونه أمام الكاميرا فأنا أشيع، ما أدري كلنا نصير شنو، شيعة وكذا، مو هالشكل قال؟ إي. فيا أخي يبدو أنك لا تعلم، الحمد لله تعالى. وهاي المشكلة، مشكلة الدعاية مع الأسف، الدعايات الكاذبة عندكم وتسمعون كبراءكم عن جهل، هم هكذا يصورون لكم، هاي دعاية مشهورة عندكم أنه ترى هؤلاء معممي الشيعة الكبار هؤلاء لا يطبرون، فقط يعني يغررون هكذا يعني يغررون الأولادهم وشبابهم والمستضعفين منهم الضعفاء يجعلونهم يطبرون، وإلا عمركم شفتوا واحد من هذول المعممين يقوم يروح يطبر؟ يا أخي يستجهلونكم، يعني يضحكون على ذقونكم. نحن نطبر، أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، الحمد لله أنا من سنوات أطبر، موفق الحمد لله للتطبير وإسالة الدماء والعمل هذا العمل العظيم مواساة لسيد الشهداء عليه السلام في كل يوم عاشوراء.
ولم أحرم منه إلا سنتين. سنة كانت لما سجنت، كان للتو قد أفرجوا عني بالكويت وما كنت أتمكن من أن أتردد على المجالس وكذا، لأنه كانوا يبحثون عني ويريدون اعتقالي من جديد. هذه سنة. وسنة ثانية حرمت منها هنا في لندن بسبب بعض الظروف الخاصة، وإلا الحمد لله إلى السنة الماضية هذه أو هذه السنة، يعني هاي السنة اللي إحنا فيها الآن، في يوم العاشر من محرم أنا طبرت، والمؤمنون كانوا حولي وجماعة كذلك من العلماء والمعممين. لكن يا أخي إحنا ما نسوي دعاية، يعني عيب على الإنسان أنه أنا الأصل في هذا العمل ما هو العبادة والطاعة، شنو نحن نريد نبرز أمام التلفاز يعني أنه تعالوا شوفوني ترى أنا أطبر، يعني أنا خوش إنسان، هكذا ما نسوي إحنا. مع ذلك إن رغبت يمكن لنا أن نرسل، يعني أنا أسأل الإخوة، شوفوا الإخوة بالمكتب أو أي أحد اللي عنده بعض صوري أو بعض التسجيلات اللي أنا موجود، أظن موجود يعني بعض الأفلام أو بعض الصور أنه في مجلس التطبير وأنا أطبر، خلي يرسلوها لك على سيدي وروح شوف حتى تستيقن، والدماء كانت تسيل مني والحمد لله، يعني أعجبك في هذا الشأن. يعني شوف يا أخي الكلام لا تنحدر إلى هذا المستوى. لا إذا أنت تطلع الآن أمام الشاشة وتطبر هكذا فإحنا نتشيع وكذا، كأنه قضية تحدي. طيب وإذا طلع صحيح شو تسوي؟ مثل ما الآن تحديتونا قبل فترة هذول الكوس والمنكوس وما أدري منه، هذول جماعتكم مشايخكم ذول الرقلة، ماكو الرقلة، فهذول أنه لا إذا يطلع على التلفزيون وينفي أنه مصاب بالسرطان وكذا ف احنا خلاص زين، وهذا طلعنا بالتلفزيون ثم ماذا؟ وتاخذهم العزه بالاثم ويقولون لا هذا ترى يمثل عليكم امام التلفزيون، حتما به هذا المرض، حتما كذا، وصارت تعليمات للمستشفى انه شو اسمه انه يعني يتكتمون على الخبر والى اخره، اكاذيب وبهتان وتهريج ومسرحيات سخيفه. الى متى انتم هالشكل؟ يعني صدقوني تثبتون يوم بعد يوم أنه دينكم هذا مذهبكم إش قد دين مهزوز ضعيف يتشفع ويلوذ بالأكاذيب بالافتراءات بالدعايات الباطلة بالمزاعم بالتهريجات بالمسرحيات اللي منها القبيل حتى ينتصر لديني. ما عندكم منطق علمي؟ منطق علمي، تعالوا ردوا يوم واحد. أريد من عندك أنت يا أيها المكرم، يا أيها المحترم، أنت محترم مبين عليك تربية محترمة، تعال رد على الورقة البحثية التي أنا أقولها، رد بالدليل بالبرهان، قول تعال هذا الحديث مو موجود في مسند البزار كما قلت، هذا الحديث اللي يثبت أنه عمر ابتدع قال هذا الحكم مو موجود في موطأ مالك، تقول لي حديث ضعيف. يا أخي في مالك يقول عن مالك عن الثقة عنده، تفهم يعني شنو الثقة عنده؟ إذا ما تفهم هاي الاصطلاحات، ما تعرف هاي المعاني في علم الحديث، اسأل مشايخك شنو يعني عن الثقة عنده؟ يعني الحديث موثوق، شنو تتكلم أنت؟ إحنا دنجيب كلام بالدليل بالبرهان، تعال رد فند هذه النقاط، فندها. ما تستطيع أن تفندها اسأل، شوف من يستطيع أن يفندها. ترى للعلم إحنا هذه مشكلتنا، إحنا نتكلم في وادي يروح الطرف الآخر يرد علينا في وادي آخر تماما. يعني على سبيل المثال أنت تتذكر هذه الضجة المفتعلة التي أقامها يعني أبناء مذهبكم أو مشايخكم وقصاصيكم وهؤلاء على الكلمة التي ألقيناها في الاحتفال المبارك بمناسبة هلاك عدوة الله المدانة من فوق سبع سماوات عائشة بنت أبي بكر في شهر رمضان من السنة الماضية. أنا عن ماذا تكلمت؟ تكلمت عن ثلاثة براهين من كتبكم تدل على أن عائشة في النار، معلقة من رجليها، تأكل لحم جسدها وتأكل لحم الجيف، بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي رويتموها أنتم بأنفسكم في كتبكم في صحاحكم. ذكرت ذلك وطبقت هذه الأحاديث على أفعال عائشة وسيرتها، فخلصنا إلى هذه النتيجة. من رد على هذا الكلام من مشايخكم؟ من الذي رد؟ كل الذي قاموا به أنه سووا مثل ما يقولون المصريين جنازة وحتى يشبعوا بها لطم،
صياح وصراخ وأمه 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 على شنو طيب؟ ومهرجانات ومظاهرات وفداء لعرضك يا أم المؤمنين وإلى آخره. ومن هذا الحكي البطالي من ذا رد على محتوى الموضوع؟ حتى الذين أوهموكم بالرد ما ردوا. راجع سلسلة التعليقات 30 حلقة، التعليقات تعليقاتنا على الضجة المفتعلة من أبناء عائشة، شوف أنه هؤلاء الذين مثلوا أمامكم هكذا، كل واحد يطلع أمام يعني الكاميرا عنده حالة تمثيل هكذا، ما أدري مازن السرساوي أو السرسري، ما أدري الزغمبي زغمبي، ما أدري منو هذول المشايخ، ماكم الأزهر وما أزهر، هذول اللي طلعوا ظاهرة فضائية يعني عندهم حالة من التمثيل هكذا، متمرسين على عملية التمثيل، شوية يبكي شوية يصارخ شوية يقوم مثل هذا عرعور. فجأة أنا ذات مرة شفت له مقطع أنه يرد علي هكذا وفجأة يقوم هكذا يقفز، طيب ليش تقفز؟ يقفز ويصرخ وكذا تمثيل تمثيل، يريد يعني يشحن الساحة فقط. هؤلاء أوهموكم أنهم ردوا على النقاط التي ذكرتها، واسمع أنا ردي على ردهم حتى تعرف أنه ردهم ليس برد أصلا، يعني أنا أتكلم في ميدان هم يتكلمون في ميدان آخر، جهالة وجهالة. فهذه هي مشكلتنا، نحن لا نجد كفءاً لنا حتى يرد علينا، ومستعدين أهلاً وسهلاً بالمناظرة وكذا، بس مو مناظرات تهريجية وتمثيليات، ولا نتنزل أن نكون في قنواتكم. أنت عندك استعداد الآن، شوف لك واحد من مشايخكم اللي يكون شوية عنده نوع من العلم، يعني حقيقة عنده علم شيء ما، شوية متروس شوية ثقيل، عنده شيء، مو ظاهرة فضائية مو ظاهرة لسانية، عند استعداد أن يقابل الحجة بالحجة، جيبه معاك على التليفون، وأنا شخصيا أضمن لك، أنا أقول للأخ عبد الله وللأخوة بالقناة يجعل الحلقة كاملة فقط لهذا، يقسم الوقت ربع ساعة له ربع ساعة لي، فأنا أطرح ورقة البحثية، هو أيضا فليجب على كلامي وعلى إشكالاتي، فليجب عليها بالدليل والبرهان. أهلا وسهلا، إذا استطعت أن تجر واحد يقبل، لأنه بح صوتنا ونحن نطلب ونقول تعالوا ردوا والمجال لكم مفتوح، ولكن لا يقبلون، وبالذات لا يقبلون معنا، لأنهم يعلمون أننا لا نعمل بالتقية، ما عندنا لف ودوران، لا نرى الآن العمل بالتقية، فلذلك لا يستطيعون أن يصطادونا بصراحة. تعال خلي واجه بشكل صريح، أنا أقول عائشة في النار، من منكم يقول عائشة في الجنة؟ فلنأتي ولنتباحث في هذا الشأن، نتناظر نشوف أيهما على حق، أنا الذي أقول عائشة في النار أم أنت الذي تقول عائشة في الجنة؟ تعال أعطنا الدليل. فيلا شد حيلك وروح وراء هذا الأمر، أحسن من مثل هذا الكلام الذي تقوله. أحسن سمعت شيخ. في عنده بعد آخر مداخلة للأخ علي، كان عنده عندما طرحت ورقة البحث عن وذكرت بالأخص أن لماذا تنتسبون إلى عائلة، لماذا تنتسبون أن يسمون نفسكم سعوديون وأنتم أبناء القبائل وأبناء الأصول العربية الأصيلة، لماذا تنتسبون إلى عائلة؟ فيقول هي ليست مسألة أنساب، ورجاء من الشيخ أن يتكلم في صلب العقيدة ولا يتطرق إلى هذه المواضيع الجانبية، فيقول أجذبني في صلب الموضوع، نعم، ولا تطرق الأمور الثانوية. سبحان الله، أنا أطلق يعني أحتكم للمشاهدين الآن، أنا أجيب في صلب الموضوع أم لا؟ ولكن يا أخي الشيء بالشيء يذكر، أنت كنت تتكلم تقول لا سلطة لكم على مكة والمدينة، ومن له السلطة على مكة والمدينة هو المحق. رددنا عليه قلنا إذن اليهود هم المحقين لأن لهم سلطة على القدس،
ورددنا عليك بأنه في التاريخ كان للشيعة لمن تسمونهم الشيعة القرامطة سلطة على مكة والمدينة في حقبة ما من التاريخ، ما ردت على هذا الكلام، وجيت مسكت على أنه ليش أنتوا قلتوا كيف تنتسبون إلى آل سعود، لأن الشيء بالشيء يذكر. كان الكلام عن السلطة على مكة والمدينة، والمتسلط الآن على مكة والمدينة هم آل سعود، فذكرت لكم الشيء بالشيء يذكر أنه كيف قبلتم على أنفسكم وأنتم العرب الأقحاح أنه تنتسبون إلى عائدة إلى عائلة وتصبحون عبيدا لها. الشيء بالشيء يذكر. هسه أنت تريد أن تسمي ذلك خروجا عن الناس، كيفك، ولكن المشاهد عاقل ويستطيع أن يحكم. نعم أحسنت سمحت الشيخ. طبعا انتهت مداخلات الأخو اللي اتصل البكري، وأسأل الله له الهداية إن شاء الله ويستبصر بنور محمد وآل محمد. وإذا إن شاء الله بعثنا لك شريط تطبير الشيخ ياسر الحبيب، وأنا عندي بعد تطبير بعض المراجع، توفي بوعدك وتشيع تتشيع وتتشيع قبيلتك ومدينتك الشرقية، صح؟ أنت قلت تتشيع جميع الشرقية، إذا أنت لك سلطة على الشرقية فتشيعهم وتوفي بعهدك إن شاء الله. الأخ آصف من سوريا تطرق إلى آية التشيع الشرقية، خذ الشرقية تحصيل حاصل، هم شيعة أساسا. لا إحنا نريد تشيع لنا نجد مثلا، تشيع لنا القصيم كلها، الحمد لله أكو متشيعين في القصيم، بس أنت شيع كل القصيم، مو تنسى يا ويلك، ترى نبعثوا لك الشريط وتشوفه، تشوفني وتشوف غيري من العلماء موجودين ويطبرون وتسيل دماؤهم، بعدين يا ويلك ترى إذا ما شيعتهم، يا ويلك تكون ترى ما وفيت بعهدك. نعم. الأخ آصف من سوريا تطرق إلى آية مريم، فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فيقول هو طبعا فيزيائي، فيقول هل من الممكن التمثل أو تمثل الجسم والروح؟ فيقول من الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية هل يجوز؟ يعني لأن الأمر وارد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الأحاديث الشريفة فإنا نؤمن به وإن كانت حقيقته خافية عنا، القضية غيبية، تفسيرها العلمي لا نعرف، أعني تفسيرها على حسب العلم الحديث أنه كيف يمكن للنور أن يتجسد أو يتمثل، هذا لا نعرفه، تبقى القضية غيبية، والله عز وجل امتدح الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة، هذه من علامات المؤمن. الأخ الكريم واضح أنه من علماء الفيزياء، فلذلك يريد أن يصل إلى حقيقة هذا الأمر، وأنا أقول له تقدم وامضي لعلك تصل. أضرب لك مثالا، سابقا ما كانوا يعرفون كيف يزنون الهواء، يعني كيف يمكن أن يكون للهواء وزن، مع أن ذلك قد ورد في بعض أحاديثنا وأدعيتنا الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام، مثلا في إحدى أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أظن هكذا المقطع، سبحان من يعرف وزن الهواء، مضمون الدعاء. فما كانوا يعرفون، الآن العلم الحديث يستطيع، والقضية سهلة عندهم، أنهم يأتون ببالون مثلا يملؤونه بالهواء، يضعونه على الميزان، يحسبونه، ثم ينقصون منه وزن البالون نفسه، فيخرج النتيجة تكون لهم وزن الهواء. هنالك في هذا الدعاء أيضا على ما ببالي، سبحان من يعرف وزن النور. الآن إلى الآن العلم الحديث ما مستطيع أنه يزن النور، أنه وزن النور، إلى الآن ما موجود هذا الشيء. سرعة النور نعم توصلوا إليها، ولكن وزن النور ما يعرفون. ولكن لأن الأمر ثابت، أي أثبت الإمام زين العابدين عليه السلام في أحاديثه أن للنور وزنا، نؤمن به، سواء العلم الحديث توصل إلى معرفة هذه الحقيقة وقياسها أم لا. كذلك هنا أن النور يتمثل بشرا سويا، هذا أمر ممكن الوقوع، كيف
إلى الآن لا نعرف. ربما الله عز وجل ينعم على عقلك والعقل البشري المجموعي بشكل عام في أنه يستطيع أن يصل إلى مثل هذه المرحلة، فعليك بأن تواظب إن شاء الله في هذا المسير، وهو مسير مبارك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله ويصل إلى نتيجة وبحث علمي إن شاء الله، ويلحق بالذين سبقوه من علماء الشيعة الذين تقدموا في العلوم. الأخ داود من فرنسا يقول في آيات كثيرة تخاطب المؤمنين وتذكر يا أيها الذين آمنوا، ولكن في أواخر سورة التحريم خاطب الله الذين كفروا، والكافر لا يقرأ القرآن. فنرجو من الشيخ أن طبعا عندما يناقش هو البكريون فيقول لهم، يقولون لهم يعني مستحيل أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وآله كافرة، والكفار لا يقرؤون القرآن. فشنو إجابة هذا تفسير هذا الآية؟ لماذا خاطب الكفار في هذه الآية؟ يعني قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه الآية بالإجماع أنزلها الله تبارك وتعالى في عائشة وحفصة، وشهد على ذلك عمر بن الخطاب في مصادر أهل الخلاف. وقد كفانا الزمخشري في تفسيره الإجابة على سؤال الأخ أنه ما المراد بهذه الآية، يعني ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآية يضرب بها مثلا لعائشة وحفصة بامرأتين كافرتين خائنتين من أزواج الأنبياء صلوات الله عليه. يقول الزمخشري في تفسيره في الجزء الرابع الصفحة 131 وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن الله تعالى عرض بعائشة وحفصة هاهنا وضرب لهما مثلا بامرأتين كافرتين خائنتين. من هنا تعلم أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن عائشة وحفصة مدانتان من قبل الله تعالى، وأن سبيلهما سبيل المرأتين الكافرتين امرأة نوح وامرأة لوط، سبيل المرأتين الخائنتين امرأة نوح وامرأة لوط، وجميعهم هؤلاء النساء الأربع امرأة نوح التي في بعض الروايات تسمى واغلة، وامرأة لوط التي في بعض الروايات تسمى واهلة أو هيكل، وامرأة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عائشة الحميراء، وامرأة النبي الأعظم كذلك صلى الله عليه وآله حفصة بنت عمر، هؤلاء كلهن سبيل واحد سبيل الكفر والخيانة، ومآلهن النار وقيل ادخل النار مع الداخلين. والإجماع قائم على أنهما قد أدينتا بهذه الآية الكريمة، وفي كل السورة سورة التحريم كلها نزلت في هاتين المرأتين، ولم تنزل سورة أو آية أخرى في تبرئتهما، فلذا نحن نحكم بأنهما في النار وبئس المصير. سماحة الشيخ، طبعا في سؤال الإخوان سألهم أخ في الكنترول وخلالهم إياه، إن شاء الله السؤال ما في وقت أن نجاوب عليه، لذلك نرحل هذا السؤال إلى الحلقة القادمة إن شاء الله إذا الله أحيانا في القد. في النهاية أشكرك سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، بارك الله بكم. وإن شاء الله هذا الأخ الكريم هذا اللي سأل يعني من الطائفة الأخرى أنه شوية لا يزال علينا البحث العلمي، يصير به اشتداد وحماس، نريد منه أنه شوية يعني يمرن ذهنه على تقبل هذه الحقائق التي فيها نفعه إن شاء الله. يشهد الله أننا لا نريد له ولا لقومه إلا كل خير، نريدهم أن يعودوا إلى حياض الإيمان إن شاء الله تعالى، وينزهوا أنفسهم عن هذا الدين المبتدع الذي انتحل اسم الإسلام. إنه هو بدأ في المناقشة إن شاء الله، الله يبصره، ما دام إنه اتخذ أول خطوة واللي هي مناقشتنا، إن شاء الله يهتدي إلى نور محمد وآل محمد. في نهاية البرنامج ما يسعني إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.